فقره هيثم تمشي فوق دورهم لين بيتها. فعلا في عادات ترى قبل فقره هيثم في الزوجات السيف قال لي مجهز لنا عصائر على مستوى طبيعيه. هذا طبعا عصير كيوي، هذا عطير 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 هذا عطير هذا انا في وجهك ما تقول حرام عطير صماصم ها خلاص تعبني عليها فيكم كلامه ممكن ما يلاحظ في وسط كلامه انا انعدمت هنا من الدخان في وسط كلامه يقول فاعترفوا ولا ولا هذه عادة كل شخص او لازمته مو معقولة مو بمعقولة طيب دقيقة مو معقولة مو هو بمعقولة دقيقة صلوا على النبي يا اجل فارس فارس من هيثم عرف خالد خالد خلاص واضحة ايش ما يبغى لها شوف شوف طبعا عبد الرحمن الخضيري يقول ايش اعطنا بصوتك إيه لازم مو معقوله مو معقوله عدل مو معقوله يا اخي كل واحد بصوته طبعا راجح ترى عنده اكثر من عنده تكنولوجيا جواز جواز اجعاز اجعاز كشتبين ومدري كبتشين لا ما يقول كبتشين فلفسه فلفسه طيب. فلفسه من ضمنها بعد راسي والله طبعا فارس الخاطر الشيء خاطر الشيء معليش يا ربع انا والله بس انه بس اني كنت عايش خاطر الشيء لا دقيقه أصا اكلت وجيهنا أصا اكلت وجيهنا طبعا هذا الواحد حامد اذا هذه كلمه ثانيه بس هذه تجينا كلمه اذا الواحد استرسل تكب العود حقت خط الجنوب في كلمه رجلك ابو شو اسمه دقيقه في حامد في كلمه رجلك وما رجلك دخل فيها شيء ايوه عندي كلمه ثانيه انا رجلك نجي رجلك رجلك اقول رجلك دائما رجلك تعود اذا نام الواحد كثير يقول خالد رجلك خضراء يعني لا 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 ما ادري وش رجلك شيء يا عيال والله تكلمون خلاص خلاص راجع صارت صارت السلام عليكم السلام وصلنا عند حبيبنا سلمان سلمان على ما قال لا انتظر انتظر نعيد جدل لا اكتب انا وهيدا بيشرح ايش نسوي بها ما يطلع ذا احنا نبغاها من فم الواحد سلمان تفضل اعطنا سالفه وبعدين نقول خاطر الشيء عاد صدقونا يا عيال ايه تصدقون اني على مقال قليل اقول على مقال لا 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 وش بطل يا ابو حامد يلا روح يا مخرب تفضل يا مخرب والله كلمة كلمة غريبة علي ايش فيك؟ ما تحس عليك ما تحس فيها بس تقولها دايم ما اخذت عندك لا ممكن اجيبك يا باللهجة اعطني وين راح اجلس انت؟ ما هي وش بيك؟ لا 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 رجلة واضحة والله لا لا اسمع علامك 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 لا يقول عقبي ما ادري وش لا لا اكتب اكتب علامك ما اخذ منك كلمه ثانيه لا لا رافع 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 ما اخذ منك كلمه عطني خلاص الله يمسكك ها سريلك كيف اسمه؟ سريلك ما اخذ منك كلمه ثانيه يقول عطني 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 عصير لو سمحت اسمع تفضل يا هبي سامحه سامحه لا انا صراحه اعرض فرحه اما شكومك رايح قمقم تفضل يا ضافر رايح قمقم طبعا ضافر هي وش قومك اذا كان ضافر ما ادري كيف يجيبه يقول ايش فخمه تفخيم ايش يسمونه الاخف الاظهار لا ما كذا ما كذا ما كذا زينه هذه لا كذا اي مو موجود سعود فهد كود 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 يعني كود يعني يعني جبها في جبها جبها في جبها سابقا لا لا كود صارت لي سالفة زي كذا عرفت زمان قال سعود فهد ما قال الشباب كلهم شاركون طبعا معليش الربع الخاطر الشين اول من اطلقتها عليه على تركي محمد الله يسعد الدنيا وكان يتحملني فيها ثم انتشرت لذلك كلكم خطركم شين هيا خذ لك هيا خذ لك قام يتفلسف يا خالد خالد اي على طول كود هذا هو كلمة كود وويلاه هذا دائما اقوله ما اسكت على لا لا كود صح عشان الله الله مصاب يا الله 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 في شاير معاذ بعد مو زين ان شاء الله في شاير معاذ ثاني بعد طيب الطيب عندي نقطة بسيطة عندي نقطة بسيطة لا لا المغرب عندي نقطة بسيطة إلى نهاية البث زي البارح من درس صل على النبي مشاهد واذا خلص يطلع كلام اليوم يتكي معهم معاذ الجماس معاذ الجماس يقول ايش؟ القصص جيراني بتاخذ عليه ابعد عن جارك يحدك عليا ولا انت مسوي مساج
خلاص ولا اني اللي لا والله شباب رجال. للسيف عند سيف.